التذكير أيضا بأنه تونس وقعت على معاهدة منهاج التعليم منذ 1988 وبدون أي تحفظ، ولكن هذا ما منعش بعد سفة التعليم تمارس في الفترة اللي جت بعد التوقيع هذا بدون تحفظ. التذكير أيضا وأنه التقرير هذا وقع في الواقع تحذيره كان هو مؤسسة التحذير سنة 2014 وتقدم إلى الأمم المتحدة في 2014. اللجنة أيضا من جملة أهدافها يعني وفي الواقع هدفها يتحقق إن شاء الله بعمل سيكون مدة سنوات هو يعني تكوين خبراء حكوميين تونسيين في مجال حقوق الإنسان. اللجنة طبعا قامت بالعديد من الاجتماعات التحضيرية وأيضا درست كل التقارير الموازية، تعرفوا في العملية دي التقارير من التقارير الدولة ولكن تقارير أيضا المجتمع المدني سواء كان يعني الوطني أو الدولي. ثم أيضا ضرورة وجوب حماية مشاريع حقوق الإنسان والفنانين والصحفيين من الاعتداءات والتهديدات وفتح تحقيقات بشأنها في الأجوبة اللي قامت بها الحكومة التونسية، وهناك مجموعة من الحالات التي وقع رصدها والإجابة عليها. التحديد الواضح لمفهوم التحديد، أهل تجي كل القاعدة الأهلية أثناء دخول المركز والاعتداء عليها في الشارع والاعتداء عليها أثناء نقلي في السيارة. بالنسبة لقضايا التعديل عندنا زوز قضايا، دعوة في التعديل على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني سجلنا سنة 2015 حالتين، الحالتين هذوما تعهد بهم القضاء والإدارة. تعرضت إلى الهواجس في تقريبا 15 نقطة تهم عديد المشاغل التي لها علاقة بالتعذيب في تونس. طبعا نحن لنا في المنطقة السوداء القاتمة كما كنا، يعني تعذيب ممنهج وسياسة الدولة وأعداد يعني كبيرة من الناس التي تسلط عليهم التعذيب وغياب تام للمساءلة والمحاسبة. نحن في وضع البين بين، يعني هناك تعذيب، هناك حالة تعذيب، هناك انتهاكات، والمسار ما زال متواصل للقضاء نهائيا على هذه الممارسة المجرمة بالدستور، المجرمة بالقانون، المجرمة بالمعاهدات الدولية، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كذلك في تأهيل ضحايا التعذيب. وهذا ما نطلبه وهذا ما أوصت به اللجنة، أوصت به اللجنة يوم 13 مايو في هذا التقرير، لكن أوصت به اللجنة كذلك عام 2012. خرجت اللجنة وثيقة سمتها ملاحظات عامة في 2012، نفس اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب.